في علاقة خاصة جدا وعلاقة قوية جدا، وأنا بعتبره يمكن من الأصدقاء المقربين جدا للرئيس أنور السادات، إلى جانب أنه كان مش صديق بس، كان في بينهم علاقة وارتباط وثيق جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى المهني. علاقة لها 3 أبعاد، هذه الـ3 أبعاد أقول لك عليها إنها لأول مرة هحكي القصة دي. إنه كان لازم يوم الثلاثة، كانت حاجة في حياة أنيس منصور، لازم يطلع يقابل الرئيس أنور السادات، وهو كان عنده خلفية كبيرة جدا، ثقافية كبيرة جدا، فكانوا بيتبادلوا المعلومات، وكان الرئيس أنور السادات في حاجات كتير جدا خاصه بيها، منها قرارات عرفها هو في بدايتها، تشكلت القرارات بينهم ممكن أقول بنوع من الثقة المتبادلة، يعني كان بيخصه مهنيا. مجلة أكتوبر دي مولود أنور السادات مع أنيس منصور، لأنه سماها أكتوبر بعد نصر أكتوبر، كان بيفكر يعمل حاجة تخلد ذكرى أكتوبر، ف أسس مجلة أكتوبر وتولى هو رئيس مجلس إدارة، وطلعت من مؤسسة دار المعارف، الدار العريقة الموجودة حتى اليوم، وطلعت مجلة أكتوبر كمان جاب فيها شباب كتير جدا النهاردة موجودين على الساحة الصحفية، وكان كل أسبوع أكتوبر كانت بتتنشر أو بتنزل للسوق يوم السبت، كان كل أسبوع بيخص هذه المجلة بأخبار أو بحديث خاص سبق سياسي. لما جه الرئيس السادات الله يرحمه، كان اقرب الصحفيين ليه موسى صبري والاستاذ انيس منصور، وانا اعتقد ان انيس كان اقرب للحكاء، يعني كان هو الحكاء، هو اللي عمل ابناء صهيون، وهو اللي كان بيعتمد عليه الرئيس السادات في توصيل رسائل لليهود وللناس دول ويتعامل معاهم. وخدي بالك الاستاذ انيس منصور بيتكلم ايطالي وبيتكلم انجليزي وبيتكلم فرنساوي وبيتكلم الماني، انسان مثقف حاجه كده. وكان خلافنا مع بعض اصدقائنا يعني ان احنا لما كنا نتكلم واتسال هو مين اكبر صحفي في مصر، اقول الاستاذ عادل حموده، فكان ناس في ناس تزعل، لا الاستاذ عادل حموده ايه، الاستاذ انيس منصور في وجوده. فهو كان يقول لا صدق حماد، الأستاذ عادل حمودة هو أكبر صحفي في مصر. في حياة الأستاذ محمد حسنين هيك، لأن الأستاذ عادل حمودة كصحفي خاصة في أدب الفساد، عادل حمودة ألم، ها يعني إذا صنفنا الكتاب أدب الحواري نجيب محفوظ، وأدب الرحلات أنيس منصور، يبقى أدب الفساد عادل حمودة. فهو في هذه الشهادة ووسط الجميع الصدقة حماد، عادل حمودة هو من أكبر صحفيين مصر، أو يعني بهذا المعنى. أما هو فيحسب على الأدباء والكتاب والفلاسفة، لأن أستاذ أنيس منصور في الأساس مدرس فلسفة في كلية الآداب جامعة القاهرة.